السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلم لتحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير، رحبوا بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أتحدث من خلاله عن بعض المنصات العربية التي تشاركك مجموعة من الدورات المجانية أو أيضا المدفوعة في مجموعة من المجالات. هذه الدورات بطبيعة الحال تكون باللغة العربية، وهذا ما يبحث عنه الكثير من الإخوة والأخوات كذلك، حيث أن الكثير من الناس يبحثون عن دورات حول الفوتوشوب أو حول التسويق الإلكتروني أو كذلك حول المونتاج باللغة العربية، بحكم أن الكثير تواجههم مشاكل في اللغة الإنجليزية. لذلك أعتقد أن الدورات المقدمة من هذه المواقع التي سأتحدث عنها اليوم فهي كافية للبدء وأخذ مجموعة من المعارف في المجال الذي تريد، لكن لا أقول أنها كافية، فلابد أن تطور نفسك بالدورات الأجنبية، ومن بينها الدورات المنتشرة على سبيل المثال في موقع اليوديمي. وسأقدم لك في آخر هذا الفيديو موقع رائع يمكنك من تحميل الدورات المدفوعة على موقع يوديمي بشكل مجاني. إذن على بركة الله أبدأ بالموقع الأول، وهو موقع رواق. هذا الموقع الغني عن التعريف به عدد كبير من الدورات في مجالات مختلفة، لكن المشكل أن الإخوة والأخوات يستهينون بهذه الدورات، فهي ولو تظهر أنها باللغة العربية فلا تستعينوا بها لأنها مميزة جدا، وبإمكانها أن تغني رصيدكم المعرفي في أي مجال تريدون تعلمه. فكما ستلاحظون معي بعد الدخول إلى الموقع والقسم الدورات، تجد هنا مجموعة من الدورات كدورة الهاكر الأخلاقي على سبيل المثال، أو دورات الجافا، أو كذلك دورات في الألعاب الإلكترونية وغير ذلك. يعني تجد عدد كبير من الدورات والتي ستساعدك حتى في مسارك الدراسي وليس فقط في مجال الانترنت. يعني إن كنت تدرس هذه المجالات ففقط تأتي إلى هذا المكان، تختار المجال الذي تريد، ثم سوف تجد مجموعة من الدورات حول ذلك المجال كما تشاهد معي هنا. إذن هذا فيما يخص الموقع الأول. بالنسبة للموقع الثاني فهو موقع كذلك من المواقع المعروفة، وهو موقع ندرس. هذا الموقع الذي يعني ستجد فيه أيضا مجموعة من الدورات حول المونتاج، حيث أن الكثير من الإخوة دائما ما يرسلونني حول دورات لتعلم الأدوب بريمير برو أو دورات الفوتوشوب أو دورات الكامتازيا ستوديو. فكما ستلاحظ معي هنا مجموعة من الدورات التي بإمكانك أن تحصل عليها بشكل مجاني. هناك أيضا بعض الدورات المدفوعة لكن بثمن رمزي، يعني 19 دولار 20 دولار، يعني ثمن مقارنة مع الدورات في المواقع الأجنبية، فستلاحظ بأن هناك فرق كبير جدا. بإمكانك أن تأخذ الدورة من هنا وأن تتعلم منها الأساسيات التي تخص هذه البرامج. فكما تلاحظ يعني الفيديوهات بها 7 دقائق 10 دقائق 7 12 دقيقة، يعني يكفي أن تقوم بالتسجيل في الموقع وستأخذ جميع المعلومات التي تخص البرنامج أو المجال الذي تريد أن تتعلمه. بينما الموقع الثالث هو كذلك من المواقع الجيدة والذي ستجد فيه مجموعة من الدورات حول الفوتوشوب أو أيضا الأوفيس أو الأدوبي بريمير برو أو كذلك يعني برامج التطوير المواقع وغير ذلك. يعني مجموعة من الدورات ستجدها في هذا الموقع بشكل يعني مجاني، ومنها أيضا دورات مدفوعة. يكفي فقط التسجيل في الموقع وستحصل على الدورة كاملة. هذا كل ما يخص الدورات العربية، لكن بطبيعة الحال لتعلم مجالات أخرى والتقدم واحتراف إحدى المجالات فلابد من التوجه للدورات الأجنبية. وبطبيعة الحال هناك موقع اليوديمي الذي يقدم عدد كبير من الدورات
لكن هناك هاجس الأتمنة، يعني دائما ما تجد أن الدورات المقدمة في اليوديمي بأتمنة مرتفعة نسبيا، لكن هناك موقع متميز جدا ويجب عليك أن تتذكره جيدا، موقع Green Hat World. هذا الموقع الرائع الذي يمكنك من الحصول على مجموعة من الأشياء المدفوعة بشكل مجاني، ومن بينها دورات اليوديمي. فقط بعد الدخول للموقع تذهب هنا إلى أقصى اليمين وتضغط على يوديمي أونلاين كورسز، فبعد ذلك تقوم بالدخول لهذه الواجهة وتجد مجموعة من الدورات، يعني يمكنك الذهاب للصفحات الموالية. مثلا تقوم باختيار دورة الجيكويري والجافا سكريبت، فقط تنقر عليها بهذا الشكل وسوف تتمكن من تحميلها بالنقر هنا. إذن هذا كل ما في فيديو اليوم، أتمنى أن تكون هذه المواقع قد أفادتك، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، وكذلك إن كنت تشاهد القناة لأول مرة أدعوك للضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بالجديد الدائم بإذن الله. إلى اللقاء.